أغلب المؤسسات الاجتماعية بترصد أن أعلى نسب الطلاق بتتم في الوقت الحالي، فنزلنا نسأل إيه اللي ممكن ينقص علشان الجواز يكون ناجح، ويا ترى تكمل في جواز فاشل ولا طلاق مريح؟ تعالوا نشوف. إيه اللي بينقص الجواز علشان يكون ناجح؟ هو أولا أي جواز محتاج فلوس، فأساس الجواز فلوس، تبقى علاقة حب، بس حب وفي تكافؤ بين الاثنين، يعني واحد أكبر من تاني ويفهموا بعض، يعني لو في مشكلة يتناقشوا ما يدخلوش الأهل. أي إن هم يبقوا متفقين مع بعض وكل حاجة يبقوا واخدين عليها وعد واتفاق، ما يتخنقوش أبدا وكده، والأطفال بقى يبقوا موجودين معاهم، يعني ما يتخنقوش عشان الأطفال دي ما تتشرطش وكده. يعني لابد هو يكون عنده وظيفة عمل مستقر ودخل مستقر، ما هيفتح بيت إزاي؟ ولابد يكون في سكن مستقر، ما هيسكن إزاي، مع يسكنها إزاي؟ تفاهم أكيد، لو ما فيش تفاهم ما بين الطرفين أو حد منهم حاول إن هو يتجمل أو يعني حاجة قبل الخطوبة وقبل الجواز، وتفاجئ بقى بعد الجواز. إيه اللي بيخلي الجواز ممكن يكون فاشل؟ إن ما بقاش في مشاعر، يعني ما بقاش في مشاعر، ده السبب الأساسي يعني لفشل الجواز، والأنانية وحب النفس وإن الواحد يحب نفسه زي من اللازم. أنا بحس من نظرة الراجل للست، من نظرة الراجل للست فعلا، هو عايزها يلغيها عشان يكون هو السيد في البيت، وده غلط صدقيني، هو ده اللي فشل الزواج خالص دلوقتي. التواصل اللي موجود بين الناس دلوقتي ما عادش كويس، بقى الناس بتستخبى دايما ورا تليفونات ورا مش عارف ايه، ف نوع التواصل ده مش بيرفكت زي التواصل اللي كان موجود قبل كده. قلة الاحترام، انا شايفة كده انه قلة الاحترام، حتى لو في حب الاحترام اهم اصلا بكتير من الحب، يعني الحب لوحده مش كفاية. غالبا بتبقى الفلوس، يعني غالبا مش خيانة الراجل للست او خيانة الست للراجل، بس غالبا بتبقى معظم المشاكل مادية. طيب تكملي في جواز فاشل ولا طلاق مريح؟ لا طلاق مريح. ما لو متجوزين عن حب هيكملوا اكيد يعني، لكن لو جواز تقليدي ممكن يفركش عادي. هي لو في الاول، يعني لو في الاول لا مع السلامة، لكن بعد كده لو لقيته كويس معايا لا خلاص. كلمة جوازة فاشلة يعني ان يعني بيحصل مشاكل بين كل الناس، وانما اذا كانت الاسباب مش جوهريه بيكملوا طبعا، لكن اللي قلت سبب جوهري طبعا، خاص بالخلق، خاص بكذا، لا ده موضوع لوحده خالص نهائي. طيب جواز فاشل ولا طلاق مريح؟ الاثنين لا، لا ده ولا ده، مش عاوزه تتجوزي اصلا. لا احسن. لا طلاق مريح، طلاق مريح. لا طلاق طبعا. انا اللي بقول لك، بدل ما نقعد مع بعض مش فاهمين بعض وبنعذب في بعضينا وبنعذب في الاولاد ويطلعوا معقدين نفسيا للمجتمع، لا ننفصل احسن. طلاق مريح للطرفين، يعني محدش بيرضى ان هو يبقى عايش مش مبسوط. لا طلاق مريح طبعا. طلاق مريح، ما كملش في جواز فاشل.